اهلا بيكم متابعي تحيا مصر، معاكم من امام النادي الاهلي ورصد استعدادات لمجلس اداره النادي الاهلي لافتتاح جراج النادي بمدينه نصر برئاسه الكابتن محمود الخطيب وصحبه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. من المقرر انه يتم افتتاح جراج فرع النادي بمدينه نصر بعد الانتهاء من كافه اعمال التشييد به، ليكون خلاص جاهز لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. كان الجراج أقيم على مساحة كبيرة وبيقدر يستوعب حوالي 1000 سيارة تقريبا، وهو بيمثل طبعا إضافة حقيقية للعملية الإنشائية اللي بيشهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية. كمان النادي الأهلي يوجه العديد من الدعوات للعديد من رموز النادي لحضور حفل الافتتاح اللي المقرر ليه ان هو يكون الساعه 5. كمان دعا المسؤولين عن شركه ابناء سينا اللي هي قامت بتنفيذ المشروع عشان كمان يوجه لها الشكر في فكره الانجاز اللي تم ما بين النادي الاهلي وشركه ابناء سينا، احد الشركات اللي ساهمت في انشاء جراج النادي الاهلي. طبعا ده بيجي ضمن الدور الكبير اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب والكابتن محمود الخطيب. كان منذ فترة كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه بيه ضرورة الانتهاء من إنجاز مشروع الجراج عشان يتم فيه افتتاح المرحلة الأولى بشكل رسمي، وكان ساعتها شدد المستشار الهندسي إنه خلال أيام هيتم افتتاح المرحلة الأولى، وها هنا يعني النهاردة خلاص من امام النادي الاهلي بمدينه نصر بنفتتح المرحله الاولى، وفي انتظار وصول محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ووزير الشباب والرياضه وكمان محافظ القاهره اللي مفترض على وصول خلاص وعشان يتم الافتتاح في تمام الساعه 5. ده طبعا بيجي ضمن الدور الكبير اللي بيقوم بيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الملف الإنشائي على مستوى الفروع للنادي الأهلي، في سواء فرع الجزيرة أو فرع مدينة نصر أو فرع الشيخ زايد. هنواصل معاكم متابعين تحيا مصر كافة التفاصيل اللي ممكن تحتاج إن أنت تعرفها عن افتتاح جراج النادي الأهلي في مدينة نصر. يمكن كنا رصدنا لكم الاجواء قبل بدايه الحفل بدقائق، مش هنقول ساعات بقى لانه خلاص من المفترض ان هو يتم بدءه في تمام الساعه 5، يعني بعد حوالي 50 دقيقه من دلوقتي. شكرا ليكم وانتظرونا في تغطيه جديده.